بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 60 بعد 100. لعموم الأحاديث، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، تعلق تميمة فقد أشرك، وهذا عام في ما علق سواء من القرآن أو من غيره، ولأن المحذور واحد وهو أن يتعلق القلب بها ويعتقد أنها تنفع وتضر، ولأن في تعليق القرآن عرضة أو تعريضا له للامتهان، قد يعلق على صبي لا يتحرز من النجاسة أو على امرأة تدخل بها دورة المياه وهي لا تدري، أو الرجل حتى يغفل أيضا تعرض للإهانة. بناء على ذلك حرم تعليق التمائم سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن، وهذا هو الراجح. نعم. يقول: لماذا يلجأ بعض الناس إلى هذه التمائم؟ يضاف الإيمان وضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. سؤاله الأخير يقول: بماذا توجهون الأخوة باستخدام البدائل الشرعية؟ نوجههم باستعمال الأوراد الشرعية في الصباح والمساء وتلاوة القرآن، هذا يغني عن التمايل. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. أنتقل إلى هذه الرسالة من أم أحمد من العراق، وتقول أنها مستمعة دائمة إلى البرنامج، جزاكم الله خير الجزاء. تسأل عن حكم الإجهاض للحمل الذي يبلغ 3 شهور ونصف تقريبا. الإجهاض لا يجوز إلا إذا خشي من بقائه على حياة الأم، فإذا قرر الأطباء الثقات أن بقاءه فيه خطر على حياة الأم فحينئذ يجوز إجهاضه إذا لم يكن نفخت فيه الروح ولم يبلغ 4 أشهر، فيجوز إجهاضه حفاظا على صحة الأم. وهل لها نفساء في هذا الحال؟ إذا كان إسقاط الحمل ل81 يوم فأكثر، فإنها الدم الذي يأتيها بعده يكون نفاسا. وأما إذا كان لم يبلغ 80 يوم فإنه يكون نزيفا وليس نفاسا، لا تدع من أجله الصلاة والصيام. نعم. سؤالها الآخر: أم أحمد تقول: شخص توفي وعمره 15 سنة غير مستلم، فهل هو مرفوع عنه القلم استنادا إلى قول الرسول الكريم: رفع القلم عن 3؟ نعم، إذا كان لم يبلغ البلوغ يحصل بعلامات منها الاحتلام ومنها انبات الشعر حول القبل الخشن، انبات الشعر الخشن حول القبل أو الدبر، ومنها انبات اللحية والشارب، وكذلك بلوغ 15 سنة إذا لم يحصل فيه علامة قبل ذلك. فإذا كان مات قبل أن تحصل فيه علامة من علامات البلوغ فهو مرفوع عنه القلم. تسأل تقول: هل يؤدي الحسد قصدها العين إلى الموت؟ نعم، قد يؤدي إلى الموت. الإصابة بالعين خطيرة، يحصل بها المرض ويحصل بها أنواع من الآفات، وقد يحصل بها الموت. نعم. أحسن الله إليكم. انتقل إلى رسالة أم عبد الرحمن من وادي الدواسر، تسأل عن حكم تبييت النية من الليل لصيام الاثنين والخميس وكذلك بعض أيام النفل، حفظكم الله. نعم، تبييت النية من الليل في صوم النفل أتم وأكمل، يجي أن يمر عليه كل الوقت وهو ينوي الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولكن لو أنه أصبح غير صائم نفلا ولم يأكل ولم يشرب ثم بدا له أن يصوم فله أن ينوي من النهار. نعم. بارك الله فيكم. هذه السائلة ابنتكم أم علي من الرياض،
تقول حفظكم الله: نرجو من فضيلة الشيخ توضيح رخص السفر بالنسبة لمسافر لثلاثة أيام. رخص السفر قال تعالى: أليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة من حين يخرج إلى أن يرجع في أسفاره عليه الصلاة والسلام. وكذلك من رخص السفر الإفطار، قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لما أوجب الصيام قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فيسافر له أن يفطر في رمضان، رخص الله له في ذلك لأجل الرفق به، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكذلك من رخص السفر أنه يمسح على الخفين إذا كان لابسا لهما ثلاثة أيام بلياليها، هذا من رخص السفر. نعم بارك الله فيكم وثابكم الله. هذا أيضا السؤال الثاني من الأخت، تقول: سافرنا يوم الجمعة بعد صلاة العصر إلى الدمام ولم نصل هناك إلا بعد صلاة العشاء، فقمنا بقصر وجمع الصلاتين المغرب والعشاء في وقت واحد عند تقريبا الساعة العاشرة، فما حكم عملنا هذا؟ إذا كان الدمام بلدكم تستقرون فيه فليس لكم القصر ولا الجمع، إذا وصلتموه لابد من الإتمام كل صلاة في وقتها. أما إذا كان الدمام ليس بلدكم بلد الإقامة الدائمة، وإنما تريدون أن تقيموا فيه مدة يسيرة 3-4 أيام فأقل، فلكم القصر ولكم الجمع لأنكم ما زلتم مسافرين. ولكن إذا كنتم تسمعون الأذان حولكم مساجد فلا يجوز لكم أن تصلوا في البيوت بحجة أنهم تقصرون تجمعون، بل يجب عليكم الصلاة مع الجماعة، حضور المسجد، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وهذا شيء يغفل عنه كثير من الناس، حجة أنهم مسافرون ويسمعون الأذان والمسجد بجوارهم ولا يحضرون. هؤلاء تركوا واجبا وهو إجابة المؤذن والحضور صلاة الجماعة. نعم بارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات تسأل، تقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي بعد الأذان الثاني يوم الجمعة أو تنتظر حتى يفرغ الخطيب من الخطبة؟ المرأة تصلي إذا دخل الوقت، وإذا دخل وقت الظهر يوم الجمعة وغير يوم الجمعة، إذا دخل الوقت فإنها تصلي ولا تنتظر حتى يصلي الرجال أو يصلون الجماعة في المساجد، لا تنتظر بل تبادر بالصلاة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. فضيلة الشيخ صالح، هذا السائل يسأل يقول: ما حكم التسوية في الصفوف؟ هل هي واجبة؟ ومن لم يفعل ذلك فما حكم صلاته؟ التسوية في الصفوف واجبة. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم أو بين وجوهكم. كان صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف ويعتني بذلك ويحث عليه، فتسوية الصفوف في الصلاة واجبة. نعم. أيضا يسأل بارك الله فيكم، يقول: الذي يأتي مبكرا ثم يصلي خلف الصفوف حتى يتر، فإذا أقيمت الصلاة صار في الصف المؤخر، هل له أجر الصف الأول؟ لا، إذا تأخر عن الصف الأول وجلس في آخر المسجد هذا حرمان، أي من جاء مبكرا فليتقدم ليكون في الصف الأول، هذا أفضل له، ولا يتأخر ويجلس ويكون في آخر الصفوف. يسأل يقول: إذا ما حكم التحجير في الصف الأول وحج الأمكنة؟ حجز الأمكنة إذا كان لحاجة بأن يذهب يتوضأ أو حاجة خفيفة ثم يرجع فلا بأس أن يحمي مكانه بشيء حتى يأتي. أما إذا كان يحجز الصف ويذهب لينام أو
أو لأشغاله الدنيوية ثم يأتي متأخرا وقد حجز الصف عن السابقين إلى الصلاة، هذا حرام ولا يجوز له ذلك. سؤاله الأخير بارك الله فيكم يسأل يقول: ما حكم صلاة الفرد منفردا خلف الصف لعدم وجود آخرين؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لفرد خلف الصف. ورأى رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، فلا يجوز للإنسان أن يصلي منفردا خلف الصف، لا بد إما أن يدخل في الصف إن وجد له مكانا أو عن يمين الإمام، وإن كان يعلم أنه سيأتي من يصف معه فإنه ينتظر. نعم بارك الله فيكم. هذا أحد الإخوة يسأل يقول: ما حكم الوصية وماذا نكتب فيها وما صيغتها؟ الوصية مستحبة أن يوصي بشيء من ماله. الوصية على قسمين: وصية واجبة وهي أن يوصي بماله وما عليه بماله من الحقوق والديون وما عليه من الديون والحقوق، يوصي بذلك لئلا يبقى في ذمته بعد موته، هذا واجب. قال صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته عند رأسه. والنوع الثاني وصية مستحبة وهي أن يوصي بشيء من ماله، إذا كان عنده مال كثير فيستحب له أن يوصي بشيء من ماله في حدود الثلث فأقل، يصرف في وجوه الخير. نعم. الوصية الشفهية هل تعتمد؟ لا بد من إثباتها في المحكمة وإصدار صك شرعي فيها، فإنها لا تثبت إلا إذا أشهد عليها شاهدين، فإن الشاهدين يذهبان إلى القاضي ويثبتان عند القاضي شهادتهما بهذه الوصية. نعم. من بلغ الوصية إلى المرأة أو إلى الطفل الذي لم يبلغ هل تعتمد؟ الراجع إلى القضاء، ولكن لابد من شاهدين عدلين. نعم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. ننتقل إلى رسالة من الأخ صالح الحويطي من منطقة تبوك، يقول: أوصى النبي صلى الله عليه وسلم رجل عندما سأله الوصية بقوله: قل آمنت بالله ثم استقم، ما الأمور المعينة على الاستقامة جزاكم الله خير الجزاء؟ الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تابع معك، فاستقيموا إليه واستغفروه، ومن أحسن. وقال سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، قال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وتفرق بكم. فالاستقامة هي الاعتدال بين الغلو وبين الجفاء، هي الاستقامة هي الاعتدال في الدين بين الغلو فيه والزيادة وبين الجفاء والنقص منه. والمسلم مأمور بالاستقامة على دين الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. فالاستقامة أمرها عظيم وهي المطلوبة من المسلم، لا يكون غاليا ومتشددا في دينه ولا يكون جافيا ومتساهلا في دينه، وذلك بأن يتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان مستقيما كما أمره الله، ليس غاليا ولا جافيا عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل الأخ صالح الحويطي، يقول: طلبت مني امرأة أن أرقيها ولكني كرهت ذلك، فما حكم عمل ذلك لأنني أكره أن أقرأ على المرأة، وكيف أيضا تقيمون هذه القراءات والرقية الشرعية التي نسمع فيها من بعض المشايخ؟ لا شك أنك قد احتطت في دينك وعرضك، كون الإنسان يتجنب ما فيه فتنة وما فيه شر أحسن له، ولكن رقية الرجل على المرأة الرقية الشرعية
إذا كانت بحضور وليها، حضور محرمها من غير خلوة ومن غير أن يمس الراقي منها شيئا، إنما يرقيها وهي محجبة ولا يمس منها شيئا بيده ولا يخلو بها، فلا بأس بذلك للحاجة. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. الأخ بهجة إسماعيل محمود مقيم في المملكة يقول: ما حكم أن يقتل الشخص نفسه سواء بانتحار أو غيره؟ الله جل وعلا قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال سبحانه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذي يقتل نفسه يكون في النار. قال صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في جهنم، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. قال صلى الله عليه وسلم: من طعن نفسه بحديدة فمات أو وجع نفسه فحديدته بيده يجع بها نفسه في نار جهنم. فلا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه مهما كانت الحالة، لا يقتل نفسه ولا ينتحر كما يسمونه في الوقت الحاضر. المؤمن يصبر ولا يقتل نفسه أبدا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. أنتقل إلى هذه الرسالة التي بعثها محمد تاج الدين السوداني مقيم في المملكة يقول: أنا دائم في أشد الحزن والهم ومن مشكلات الحياة، وأنا أعاني هذا من فترة طويلة، فماذا تنصحونني جزاكم الله خير الجزاء؟ أنصحك بالصبر، توكل على الله عز وجل، انتظار الفرج، وننصحك بالدعاء، أن تدعو الله سبحانه أن يفرج همك وأن يضيق وأن يسهل أمرك وأن يزيل شدتك ويفرج ضيقتك. تعتمد على الله وتوكل عليه وتكثر من الدعاء وتعمل الأسباب النافعة التي تخرجك من هذه الحالة. أيضا يسأل يقول: هل المشي على النجاسة تفسد الطهارة؟ لا تفسد الطهارة بمعنى أنها تبطل الوضوء، ولكن إذا كانت النجاسة رطبة ووطئ عليها فإنه يتنجس الطرف الذي مس به النجاسة الرطبة يتنجس فيغسله. نعم. يقول: ما حكم صلاة سنن الرواتب حفظكم الله؟ سنة مؤكدة، الرواتب مع الفرائض، ركعتان قبل الفجر وهي آكد الرواتب، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها لا حضرا ولا سفرا، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، أو أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعدها هذا أفضل، وركعتان بعد المغرب ركعتان بعد العشاء. نعم. بارك الله فيكم. سؤاله الأخير في هذه الرسالة يقول: يسأل عن ساعة الإجابة يوم الجمعة، هل تكون بعد الانصراف من الصلاة أم متى؟ ساعة الإجابة يوم الجمعة ثابتة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينها في أي جزء من يوم الجمعة، هي محتملة من أول اليوم إلى آخره، والحكمة في ذلك والله أعلم من أجل أن يجتهد المسلم في كل اليوم، ولكن العلماء تحروها ولهم فيها أقوال في تحديدها، أشهرها قولان: القول الأول أنها من حين يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، والقول الثاني وهو قول الإمام أحمد رحمه الله أنها في آخر يوم الجمعة، في آخر يوم الجمعة قبل غروب الشمس. نعم. وهي زمن يسير قليلة. نعم. بارك الله فيكم. انتقل إلى هذه الرسالة التي بعثها الأخ الصديق يقول: محمد الصديق سوداني مقيم في منطقة الرياض، يقول: في حجي الماضي سعيت بين الصفا والمروة 14 شوطا، فما حكم عملي هذا؟ عملك هذا السعي صحيح، ويكفي منه 7 أشواط والباقي زيادة، الباقي زيادة لا حكم لها. نعم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. يسأل ناصر المالكي من الطائف يقول: بعض المساجد في صلاة الجمعة لا تفرق بين الأذانين إلا 5 دقائق،
فإذا أتيت قبل الأذان الأول فهل لي أن أصلي الراتبة أم أنتظر حتى يؤذن المؤذن الأذان الأول فأقوم وأصليها؟ قرن الأذانين يوم الجمعة بزمن يسير هذا لا يجعل للأذان الأول قيمة، لا بد أن يكون بين الأذانين فترة تمكن الناس من التهيؤ والذهاب للجمعة، فإن الأذان الأول إنما جعل لتنبيه الناس من أجل أن يتأهبوا في الذهاب لصلاة الجمعة، ويكون هناك فترة تمكنون فيها من الذهاب والاستعداد والتهيؤ لا يقل تقل الفترة عن نصف ساعة أو أكثر. أما أن يجعل الأذان الأول قرينا للأذان الثاني ليس بينهما إلا دقائق فهذا يذهب الفائدة من الأذان الأول. والصلاة صلي، لا تتوقف عن الصلاة حتى يحضر الإمام. إذا أردت أن تصلي نوافل فصلي ما تيسر لك. نعم. عبد الرحمن من الطائف يقول إذا أتى مسافر ولحق بجماعة في المسجد يصلون وهم يتمون وأدرك معهم الركعة الثالثة والرابعة، فهل يسلم معهم أم يقوم بعد السلام ليأتي بالركعتين الأولتين جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز له أن يسلم من الركعة الرابعة يسلم معهم، بل عليه أن يتم الصلاة أربعة. إذا سلموا قام وأتى بركعتين مع الركعتين اللتين أدركهما مع الجماعة لتتم صلاته أربعة ولا يقصر. من يتم بمقيم فإنه يلزمه الإتمام، أو يتم بمن يتم الصلاة يلزمه الإتمام تبعا للإمام، هذا هو السنة. نعم. بارك الله فيكم. إذا قام الإمام للركعة بعد الركعة الرابعة ناسيا وأدى الركعة الخامسة، وهناك من يعلم أنها الخامسة ولكن لم يتنبه الإمام، وهل يبقى المأموم في تشهده أو في يجلس أم يستمر مع الإمام في هذه الحالة؟ إذا قام الإمام لركعة زائدة وهناك من المأمومين من يعلم أنها زائدة يجب عليه التنبيه بأن يقول سبحان الله سبحان الله، فإذا لم يرجع الإمام فإنه يبقى هو جالسا لا يقوم معه وهو يعلم أنها زائدة، فإن شاء أتى بالتشهد الأخير وسلم لنفسه، وإن شاء أتى بالتشهد الأخير وانتظر حتى يسلم مع الإمام. نعم. أحسن الله إليكم. ناصر صالح الزهراني من الجبيل بعث بسؤالين أو بثلاثة، يقول إذا كان المسجد وقت الصلاة مزدحما بالمصلين فهل نقف بجانب الإمام من الجهة اليمنى أم ننقسم جزء عن يمينه والآخر عن يسار الإمام؟ يجوز أن تنقسموا عن يمينه ويساره، والأفضل أن تكونوا كلكم عن يمينه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء. بارك الله فيما سمعنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم في لقاء قادم. نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.